الترتيب جابها هو اولا شايفين ان في جمهوريه اولى سقطت بثوره 25 من يناير، في جمهوريه ثانيه سقطت بثوره 30 من يونيو، وشايفين ان احنا بصدد بناء الجمهوريه الثالثه. احنا شايفين انه دور الشباب في بناء الجمهوريه الثالثه دور كبير جدا، ويجب ان يكون متواجد بقوه. الدستور بتاعنا نص على كوتا للشباب في المحليات بقدر بحوالي 11,000، نص على تمثيل للشباب في البرلمان، وبالتالي احنا عندنا دور مهم جدا ومسؤوليه، مش بس في ان احنا نجمع نفسنا، لا، ان احنا ندرب نفسنا ونأهل نفسنا لتمثيل جيد للشباب في البرلمان او في المحليات في المرحله المقبله. طب هل هناك في تحالفات مع الاحزاب؟ احنا عند بصدد بعد انتهاء مؤتمرنا وتدشين جبهه شباب الجمهوريه الثالثه، هنتوجه بالتاكيد للحوار مع التحالفات الانتخابيه المختلفه اللي بيتم تاسيسها الان، عشان نقدر ان احنا نكون على يعني مقدره على مساله اما اننا هنتحالف مع احلاف اخرى او هنقود المساله بمفردنا. مثلا زي تحالف السيد عمرو موسى مثلا؟ يعني مفيش تحالفات بعينها لسه تم التاكيد عليها، لكن كل التحالفات هنتواصل معاها. طب ايه رايك في خطاب الرئيس السيسي نحو الشباب؟ ما انا شايف انه مش بس خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا كنت عضو في حملته، نوايا الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه في تواجد قوي جدا للشباب. انا ادرك قناعاته الشديده جدا بمساله ضروره تواجد الشباب بقوه وايمانه الشديد بيه. طب ايه رايك ان عزوف الشباب عن المشاركه في الاستحقاق الثاني؟ انا شايف انه من الخطا انه الشباب ما يكونوش قد المسؤوليه وانهم يشاركوا في الحياه السياسيه في المرحله المقبله. انا شايف من وجهه نظري اننا ننتقل الان من مرحله الاحتجاج الى ضروره المشاركه السياسيه، واعتقد الشباب هيخسر كتير لو ما تواجدش بقوه وفقا لاحكام الدستور، وانه يقوم بواجب مش بس مسؤوليته، واجبه.